انا ما بتخيل حالي الا انا ونجمة تلفزيون مشهورة. كأنها عجبتك هالفكرة. لا انا ما بحب اروح الشغل. شو مشكلة؟ زمن الانترنت ولساتنا عم نوقف ساعة ونص بالعجقة بالشارع. منيح انه الشوفير معنا. ايه منيح انك ارتحتي اخيرا من التكاسي وعجقة الباص. شو رأيك نمشي؟ نتمشى شوي لتفت عجقة السيارة. ولا فكرة ظريفة يلا تعال. نحن رح نتمشى. رح نتأخر بلا ما يزعل أستاذ أمي. هاد بوصة. بتقول له استكشفين هاد بوصة. ولما تغنى نفسك أي بشحت منك بن خمارة. لازم نصح حاله. كل حاجة مغنفة. مش عايز دي مش عايز مش أقول لك كله مغنفس.